هنشجع مين؟ زمالك حبيب الملايين. زمالك ونقول ونقول زمالك دايما على طول. زمالك اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، الكابتن كان انتمائه زملكاوي زي ما الكل عارف. بس حقيقي انا الموضوع ده يعني كويس انك انت تطرقت ليه، عشان انا بشوف انه هو ده الاعلام، انك انت لما تطلع على المنبر بتاعك تطلع انت بتنهي كل حاجة انت فيها. انت دلوقتي بني ادم بيأدي دوره، عنده رسالة طالع يأديها، ملكش دعوة بأي حاجة، انت بتفصل نفسك عن كل حاجة، عندك الحق وعندك الصح وبتقول كلمة حق قدام ربنا ايا كانت هي ايه وفي صف مين. بس طبعا ده كلام يعني امثال بابا بس، ناس كتير والله محترمة بس بيعملوه يعني. لكن هو زملكاويته دي انا ما كنتش يعني ما كنتش بشوف ابدا ان هو بيرى انه الصح ان هو يطلع يظهرها، بالعكس هو كان مهتم جدا ان هو يحافظ انها تفضل مخفية، عشان هو ما بيطلعش، هو مش عايز يصير، هو مش عايز ان هو ده مش هدفه يعني. بابا ما كانش بيحب يبين خالص على الشاشة ان هو زملكاوي او كده، حتى في ماتشات الاهلي كان ساعات ممكن يجي على الزمالك شوية عشان الناس ما تفتكرش انه زملكاوي. وبرضه يعني كان في ماتشات فعلا بيضطر ما بيبقى غصب عنه ان هو بيبين انتمائه شوية، بس مش لدرجة ان اي حد يلاحظ، فاهم؟ وكانت فعلا هو اللي كانوا يعرفوا انتمائه اللي هو الدايره القريبه، العيله، حتى في ناس صحابه من الميديا ما كانوش يعرفوا ده، يعني الناس فعلا قليله جدا، هو ما كانش يحب حد يعرف. اسعد لوجودي مع حضراتكم محدثكم محمد سباعي للتعليق، يسقطها خطيره، جول، يا سلام يا ولد كاني شايفها، خطيره خطيره خطيره، اوه اوه جول، هدف البطولة، قلب الأهلي النابض. أصعب ماتش بالنسبة لي كان ماتش الزمالك والنجم الساحلي الكونفدرالية 3-0، كان ماتش صعب قوي عشان احنا كان اللي اتطرد فيه علي جبر، كنت أنا وبابا، والماتش كان ستريسفل قوي وكان يعني كان متوتر كده، والماتش كان صعب يعني عشان احنا كان فاضل لنا جونين ونصعد يعني. كانت اول مره تقريبا اشوف بابا يعني اعصابه فالته كده عشان ماتش يعني بابا بينفعل مع الماتشات وكل حاجه، بس اليومها لا، الماتش كان صعب قوي. كنت حاضر معاه الماتش، هو كان بيعلق والاهلي كسب، واللي هو انا كنت قاعد مع بابا كنت بخش له الكابينه، بابا بحس بيشجع الاهلي مش زملكاوي، فاهمني؟ بعد الماتش ما خلص بابا اللي هو متضايق شويه عشان الاهلي كسب وكده، فبقول له انت ازاي يعني ازاي بتعمل انك بتفرق برضو في حياتك بره الشغل وفي الشغل، انك بتبين انك عادي مش فارقه معاك. مثلا ماتش الاهلي والزمالك كان دايما نتفرج عليه مع بعض، هنا الاهلي يكسب بقى خلاص انا كده، يا اما بابا يطردني من البيت عشان ما خلاص كده ما ينفعش اقعد، يا اما هو خسر بقى فيمشي، ما فيش كلام بعد الماتش اصلا، الا بعدها بيومين ثلاثه احنا ما بنتكلمش، الموضوع خلصان. الزمالك بقى يخسر في الدوري او في افريقيا او كده، على طول التليفون، هو في اي حته انا بكلمه ما فيهاش، مركز تاني انتوا دايما هتفضلوا مركز تاني، ويقعد يقول لي ماشي براحتك، خليك احنا هنكسب السنه الجايه، هنفضل كل سنه كده. فهي كانت حاجات حلوه يعني. انا وبابا اول ما هجمه لينا او علينا لازم نقوم، بنقف اللي هو خلاص احنا في الملعب، فاهمني؟ هو لو سواء عليه او لينا، وانا كده برضه يعني، انا الحوار ده انا واخده منه. نقوم واللي هو بقى خلاص احنا نتعصب بقى ونبتدي نتشن، الكرة ضاعت مثلا لينا احنا خلاص كده. لو جو جه برضه دي برضه بتبقى، انا مجنون يعني بصراحة في الموضوع ده، انا ممكن الف الشقة كلها لو جو جه عادي. في ماتش القاضية ده انا عملت احتفالات في الشارع مش طبيعية، مش عايز اقول لك.